السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد عن طريق طلب الحصول على منحة الداخلية أو المطعم المدرسي عبر فضاء متمدرس. إذا لقد تم إضافة جديدة في فضاء متمدرس، ألا وهي المنح الدراسية والمساعدة الاجتماعية. إذا بالنسبة للسادس ابتدائي، يعني اللي طلب المنحة غادي يكون إلكترونيا، يعني بالنسبه للتلاميذ اللي غادي يولجوا للسنه، يعني السنه المقبله، يعني بالسلك الثانوي الاعدادي، فهم مجبرون على انهم يعمروا طلب المنحه الكترونيا على فضاء متمدرس. اذا غادي نشوفوا الطريقه، يعني كيفاش غادي نملؤوا هذا الطلب هذا. اول شيء غادي نشوفوا، يعني لاحظوا معايا المذكره اللي هي خرجت في 8 يونيو 2020، اللي هي المذكره 028 في 20 بشان رقمنه مسطره تخويل منح الداخليات والمطاعم الدراسيه بالسلك الثانوي الاعدادي. اذا غادي نشوفوا الطريقه كيفاش كاينه. كندخلوا لجوجل عاديه وكنكتبوا اما مسار سيرفيس او متمدرس او فضاء سيرفيس بحال. اذا من بعد ما كتبنا متمدرس، كنضغطوا على الرابط الثاني اللي مكتوب فيه متمدرس.مال.gov.ma مسار سيرفيس. اذا هنا غادي، يعني اما الاباء يعني غادي يدخلوا بكونت مسار ديال الوليدات ديالهم ويعبئوا معهم يعني طلب المنحه. اذا غادي، يعني غادي توصلوا، من المفروض يكون عندهم يعني كود مسار ديالهم، ثم القنص السري ديالهم يعني اللي غادي ياخذوه من الاداره التربويه. اذا هنا غادي ندخلوا الكود مسار متبوع ب @تعليم.ma. اذا هنا غادي نكتبوا كود مسار متبوع ب @تعليم.ma، وهنا كيكتبوا كلمه المرور اللي تياخذوها من الاداره التربويه. اذا من بعد ما كندخل اسم المستخدم اللي هو رمز مسار متبوع @تعليم.ma وكندخلوا كلمة مرور، كنضغطوا على تسجيل الدخول. إذا لكنا أول مرة دخلنا كيعطينا هذه الواجهة هذه اللي فهي فيها تغيير كلمة المرور. كيعطيكم هنا تدخلوا كلمة مرور قديمة ثم كلمة مرور جديدة ثم تأكيد كلمة مرور جديدة. يعني من الأفضل يعني ترك كلمة المرور القديمة بحل كلمة المرور الجديدة باش ما تنساوهاش. إذا من بعد ما كتعمر هاد كلمة المرور الجديدة وكتقوم بتأكيد كلمة المرور الجديدة، كتضغط على تغيير. إذا هنا كيجيكم هذا الفضاء هذا اللي تهمنا هنايا، هو كنمشيو لهاد الريبريك هذا الفوق، كنلقاو الرئيسيات ثم كنلقاو التمدرس ثم الموارد الرقمية. هنا اللي مهمة وهي المنح الدراسية والمساعدة الاجتماعية. إذا كنضغط عليها كيجيني واحد المنيو آخر اللي فيه طلب تسجيل الداخلية، كنضغط عليها. إذا هنا كيعطيني المعلومات ديالي، وهنا المعلومات ديال الوالي، كاينة المعلومات ديالي والمعلومات ديال الوالي.
هنا اللي مهم عاوتاني هو انقر هنا لإدخال صورة الوجه الأمامي للبطاقة الوطنية. إذا هنا خصك طبيعة الحال تصور البطاقة الوطنية ديالك من جوج ديال لي فاس، يعني الفاس الأول والفاس الثاني. دونك هنا كتكون ديجا صورتيها وكتحطها في البيرو ديالك ولا كتحطها في المي دوكيمون ديالك. أنا بالنسبة لي ديجا صورتها، غادي نقر هنا، كنقر هنا باش كنجيب ليه الوجه الأمامي ديالها. بالنسبة لي غادي الوجه الأمامي هو هذا، تم تحميل صورة الوجه. تمشي عاوتاني هنا، انقر هنا لإدخال صورة الوجه الخلفي للبطاقة، كتضغط عليها وكتمشي دير الوصف الخلفي. إذا من بعد ما ساليت كنمشي نضغط على هنا الفوق على حفظ. المرجو إدخال المعلومات الخاصة بالطلب. إذا هنا مازال ناقصني شي حاجة، إذا ما ناقصني حتى حاجة، هو أنني خصني نسيت هنا، خصني ندير أصرح بأنني لا أملك شيئا باسمي ولا باسم زوجتي اتسيتر. إذا كنكشيها وكنرجع وندير حفظ. إذا قلنا لك لقد تم حفظ معطيات بنجاح. إذا من بعد ما كديروا حفظ الطلب كيجيكم تحت طلب في طور المعاينة، يعني من بعد يجيكم طلب أو تم رفض الطلب أو تم قبول الطلب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.